مساء الفل يا شباب، معاكم هشام. النهاردة إن شاء الله هغير الكويل بتاعي على التانك السيربنت SMM. كان بقالي حوالي تقريبا شهر ما غيرتش الكويل، فأنا الأوان غير الكويل، قلت فرصة إن إحنا إيه نعمل البيلد مع بعض إن شاء الله. النهاردة هستعمل الفيوز كلابتون واير ستانلي ستيل فيوز كلابتون واير، قطر داخلي 28 من سلكين والقطر الخارجي 30. تمام، هنشوف نعمل مع بعض ازاي البيلد خطوة خطوة. تمام. طيب يا شباب، أنا قبل ما أعمل بيلد للكويل بتاعي بخش على برنامج اسمه ستيم انجن اونلاين. تمام، نكتب مع بعض ستيم انجن، هوريكم ازاي خطوة خطوة بعمل البيلد بتاعي. تمام، ستيم انجن. تمام، ستيم انجن فري فيبنج كالكوليترز، يطلع لك ستيم انجن، تروح لحاجة اسمها واير ويزر. الواير ويزر هتدخل فيه بيانات الواير بتاعك اللي هتستعمله ايه في البيلد. واحدة واحدة كده مع بعض نشوف ندخل البيانات ازاي. انا هستعمل ايه النهاردة؟ هستعمل ستانل ستيل 316L او 316L يعني فيوزد كليبتون واير من جيك في. تمام، هندخل مع بعض البيانات ونشوف. اول حاجة تدخلها هنا انك هتستعمل كليبتون واير. وهتيجي للكور هتروح كاتب انه بارلل واير، يعني سلكين متوازيين لبعض. تمام، وتيجي لاول سلك او اول واير تدخل نوعه. تمام، افتح لك كده في الاختيارات تختار ايه 316. تمام، والقطر بتاعه، القطر بتاعه عندي هنا 28، اللي انا هستعمله 28. تمام، والسلك التاني برضو نفس القصة 316 إليت 28. تمام، الواير اللي من بره اللي مغلف الوايرين دولت برضو نفس القصة 316، بس قطره كام؟ قطره 30. تمام، حلو جدا. بعد ما دخلت البيانات عايزكم تشوفوا الحته اللي تركزوا معايا هنا، كاتب لك الريزيستنس او المقاومه 0.4 تقريبا اهو. تمام، وكاتب لك هنا التي سي ار بتاع الايه الواير بتاعك لو انت هتستعمل التمبرتشر كنترول او التحكم الحراري في بعض المودات. بعض المودز مفيش فيها الستانلس ستيل داخل التي سي ار. تمام، بالذات الستانلس ستيل اللي هو 316. طيب انت عايز مقاومة قد ايه؟ على حسب، انا عايز مقاومة تقريبا 0.3. يقول لك هنا الانر دايمتر او القطر الداخلي بتاع الايه البيلد بتاعك، انا بحب ما بين 2.5 ل 3. انا هغير ديت ل 2.5. طيب ركز معايا بقى، شوف انت عايز تعمل كام. هنا القطر بتاعك 0.4، انت عايز 0.3 تقلل تقلل الايه اللفات بتاعتك. كل ما تقلل اللفات، انا عايز اوريكم عشان تشوفوا مع بعض. انا من 2.5 هعمل تقريبا 5 لفات. يبقى لو عملت الواير الكويل بتاعك قطره 2.5 لفيته 5 لفات، تبقى المقاومه بتاعتك تقريبا 0.6. تمام، ده اللي انا عايزه. الكي اس ار بتاعي حوالي 88. تمام، زي الفل. يبقى انا كده ايه خلصت الايه ده، اول حاجه بعملها قبل ما اجي ابدا الكويل، قبل ما ابدا البيلد بتاعي. تمام، طبعا انت لو زودت هنا مثلا
نشوف مع بعض لو زودت هنا القطر مثلا عملته 3، المقاومة بتزيد شوية، تمام؟ ممكن تعمل 3 وتقلل الايه اللفات بتاعتك، لو قلت اللفات بتاعتك هتلاقيها قلت برضه. والله انا شايف ان كده ظريف، بس انا عشان مش عايز القطنه بتاعتي تبقى سميكه قوي، فبحب ايه اقلل شويه القطر. تمام، قال 2.5 وازود اللفات. في نفس الوقت لما ازود اللفات الفليفر ساعات بيبقى احلى. تمام تمام زي الفل. طيب احنا حسبنا البيلد بتاعنا، قلنا عايزين مقاومه 0.3، تمام، وقلنا هيبقى من على ستيم انجن هيبقى 2.5 القطر، وهيبقى حوالي 5 لفات. تمام، فاحنا ناخد جزء كده من السلك. تمام، نبدأ مع بعض ان شاء الله ايه الايه البيلد بتاعنا بإذن الله. نعمل خطوة خطوة عشان ايه تبقى الامور سهلة مع بعض. يا رب تكونوا شايفين كده كويس. تمام، نبدأ ايه اللفه بتاعتنا، ما تضغطش جامد عشان ايه ما يحصلش معاك مشكله. 1 2 3 4 5. تمام زي الفل. بعد ما نطلعها ريس تعمل ايه؟ تعكسه. بعد ما تعمل القصة دي تروح ايه شادد عليهم شوية. الناحية التانية برضو شد عليه شوية. وادي الكوين بتاعنا. تمام تمام، يلا يلا نصره ونشوف. السيربنت ميزته ان انت ممكن ايه تبني عليه من يعني يبقى الكويل من تحت او من فوق او بيمين او شمال، يعني ايه مش مشكلة. فانا احب ابني فوق. تمام، احاول اخليه ايه تبقى الصورة واضحة. تمام، ظبط مكانه. انا عايز يبقى تحت شويه بس ما يبقاش ايه لامس اي حاجه. شايفين؟ تمام، ممكن حتى كمان ينزله تحت شويه. انا شايف ان ده مكان مظبوط جدا. تمام، كاري كام تقريبا؟ ايه 3 زي ما احنا قلنا. تمام، طيب نص نص
اهم حاجه وانت تبص يبقى ايه على الحواف بالظبط. تمام. تمام، اكيد كل حاجه ايه متربطه، كل حاجه تمام. طيب يا شباب، احنا ايه ظبطنا خلاص الايه الكويل بتاعنا، وقلنا ان هو ايه مقاومة 3/10. تمام. طيب فاضل ايه بقى؟ اول حاجة نجرب الكويل وهو ايه قصدي ان ايه ان المقاومة مش هتختلف. ليه؟ لان ساعات بيكون ملامس. تمام. مظبوط زي الفل. طيب بعد كده هنحب اخده كده وانقله على الايه المود بتاعي. تمام، شغل المود. سالك زي ما شايفين ارى كام. وين سي او 3/10. تمام. طيب نجرب نشوف الكويل شغال ازاي. اول حاجه تعملها تقلل الوات بتاعك. تمام، نشوف مع بعض. تمام، هو ايه لوحده من غير اي تظبيط ايه بيسخن من جوه تمام، بس احنا برضو محتاجين ايه نظبطه شويه. طيب نظبطه ازاي؟ زي الفل. طمن ان مفيش ايه اي حته من السمك مش بيسخن كويس. يسخن من جوه لبره ويبرد من بره لجوه. طيب بعد كده فاضل ايه؟ نحط القطن بتاعتنا. طيب معايا قطن ايه؟ قطن بيكن. تمام. طيب بالنسبة للقطن بقى ناخد حتة ايه معقولة كده ونشوف مع بعض نعملها ازاي. تمام، نقول ناخد كده. طبعا مع التعود بقى، بعد تكرار الواحد يبتدي يتعود هو تقريبا عايز ايه قد ايه. بس يعني برضه ايه عايز اوريكم كام تركه فيها عشان تبقى ايه برضه سهله القصه عليكم. تمام. انت لا انت عايزها تخينه قوي ولا رفيعه قوي؟ طيب يعني ازاي يعني اعرف ازاي؟ انا هقول لك مثلا، هديك مثال. بص يا سيدي، انا عامل القصه دي ايه على الوسط. طيب ادي القطنة بتاعي.
تمام. شايف بقى ايه؟ بص اللي هيحصل ايه. طيب تمام، شوف شايف وانت طبعا الورق، طبعا انا عاملها تخينه عشان هي اوريكوا حاجه. شايف الكوبي بتاعك بيتهز، لو لقيته بيتهز كده اعرف ان ايه، ان القطن دي تخينه. تمام. طيب في طريقتين، يا اما طبعا دي هتخينه قوي عشان انا كنت بوريك. يعني شوف كده دخلت من غير ايه، من تزق الواير وغير ما تزق الكويل. تمام كده مظبوطه جدا، لا هي سهله تعدي معايا وفي نفس الوقت ايه ما بتزقش الكويل. حلو جدا زي الفل. طيب نقص فين شنباته زي ما بيقولوا؟ طيب انا شوف يا شباب، مش عايز القطنة تعدي تبقى تحت قوي، في نفس الوقت مش عايزها تبقى فوق، عايزها يا دوب تبقى في النص. انا شفت ان دي احسن حاجة تديك طعم، تبقى في النص اهي. طيب هوريكوا ازاي. الناحية التانية نفس القصة. طيب تمام تمام ممكن بقى ايه تخفها شوية. ليه بقى؟ لأن في تكة برضو انت مش عايزها تملى الفتحة كلها، بحيث برضو تبقى خفيفة شوية مش قوي. شيل ايه شوية الحاجات الزيادة هنا من هنا. يلا مع بعض ندخله كده ونشوف. كتيرة شوية، لو لقيتها كتيرة شوية تروح اقصص ايه جزء كده. بص يا شباب ده اللي انا عايز اقوله لكم، شايفين الحته دي ما تحطش فيها قطن كتير، يعني لازم يبقى فيه براح شويه، وفي نفس الوقت القطنه مش دخل مش لا هي لا هي تحت قوي، تبقى في نص تقريبا ايه التانك بتاعها من تحت. تمام. انا برضو احب هنا ايه اوزعه شويه كده يقفل مجرى الهواء هنا من الناحية. تمام. طيب الناحية التانية برضو نفس القصة. تمام. في مسافة شايفين، في نفس الوقت من تحت
مش تحت، في نص التانك. تمام. وبرضو ايه نعمل كده. طيب فاضل ايه؟ فاضل نحط الجوز بتاعنا ونشوف. نحط حاجة اسمها ستروبري كيك. ستروبري كيك شوية هنغير شوية. نجرب مع بعض ونشوف، نجرب مع بعض ونشوف. جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله يا شباب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله. سلام.